عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل فاضل كريم يسأل على مسألة هي في عمومها تندرج عند الفقهاء تحت باب الائتمام بالمتنفل. يعني السائل الكريم يقول انه يصلي نافلة ركعتين بعد اي فريضة او ركعتين نافلة، ودخل انسان واراد ان يأتم به فمسه مثلا في كتفه لكي يعلمه اني اريد ان اهتم بك، فنقول له ان يستجيب لذلك لانه تصح امامة المتنفر بالمفترض، والدليل ان معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في العشاء الاخرة ويذهب يصلي بجماعته فتكون لهم فريضة وله نافلة، هو الإمام، هذا فيه جواز الاهتمام بالمتنفل. يقول السائل الكريم طيب أنا أصلي سريا، فهل لي أن أجهر إذا كانت الصلاة جهرية كعشاء أو كمغرب وأنا أتنفل بعدها؟ نقول الجهر والإثار في الصلاة سنة والحمد لله، فإن جهرت وأنت متنفل فلا حرج، وإن أكملتها سرية وأنت متنفل فلا حرج أيضا، لأن الجهر والإصرار سنة والحمد لله. الأمر الثالث يقول لو لم أستجب أنا في داخل نيتي ما استجبت أن أكون إماما، وطبعا النية محلها القلب والمأموم لا يعلم بذلك فاستمر مؤتما به، نقول صحت صلاته وله أجر الإمامة وله أجر الجماعة إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن عليك أن تستجيب لذلك لأن السنة تدل على ذلك، من أراد أن ينفع خاف أن ينفعه، والنبي قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر من يقوم فيتصدق على هذا، فقام أبو بكر فصلى معه جماعة. والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وشيء أذكره الآن وهو أين يقف المأموم من الإمام؟ يقف المأموم على يمين الإمام محازيا له. بعض الناس يجعل الإمام يتقدم والمأموم يتأخر، نقول لا، المأموم على يمين الإمام محازيا له تماما، فإن أتى ثالث تأخر المأموم وليس الإمام. بعض الناس نمية ثالث يصلي الإمام يقوم يتقدم، لا أنت مكانك كما أنت، وهو يتأخر إيش المأموم مع الثاني الذي جاء ليتم به معك. هذه أردت أن أضيف لأن نراها كثيرا في المساجد أن الإمام يتقدم على المأموم، لا ما في تقدم على المأموم أبدا، فأقامه حذاءه، حديث ابن عباس في الصحيح. جزاكم الله خير، تقبل الله منا منكم، صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.